هلا والله شباب، يعطيكم العافية. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقة الثانية من لعبة The Last Faith. هل تقول نبدأ؟ حط زر لايك وسبسكرايب، وشكرا على دعمكم بالحلقة الماضية. شكرا يا جماعة الخير، أتمنى توصلون دعمكم. وخلونا نكمل، بسم الله. خلونا نكمل يا اخوان، خلونا نكمل. والله جدا مستمتع باللعبة ذي. الحلقة الماضية على نهايتها قتلنا الزعيم، عارفين كذا وحش كبير، يعني واضح انهم الوحش ذا مستلهمينه. يعني الفكره جات من وحش ببلاد بور كان موجود بالضبط نفسه. عارف كيف كذا وحش كبير يا جماعه تخيل، عارف كيف كذا وحش كهربائي، فاكرين يا جماعه تخيل كان في وحش كذا يطلق زي الكهرباء ببلاد بور. تقريبا الحلقه الماضيه نهايتها باللعبه دي واجهنا نفس الـ الزعيم ذا اللي اقول لكم عليه. كان رهيب صراحه وقدرنا عليه الحمد لله. ويا جماعه تخيل الحلقه الماضيه نهايتها جبنا الخطاف ذا جي في كيف تنتقل بشكل اكبر، ودحين اكيد في مناطق كثيره بدنا نروح لها. بس لكن يا جماعه الخير، قبل ما نروح خلوني اجي هنا عند البياع والحداد كمان. عشان ليش قلت حداد؟ عشان كمان بدك تقوي الاسلحه من عنده. يا اخوان اول شيء ابغى اسويه باي ايتمز. ابغى يا جماعه الخير شوف اشتري من عندك انت. ايوه ابغى اشتري ذي لطيف. بكم ابن الذين هذا كم ذي؟ قاعد اشوف الاصفار كذا، ما اعرف كيف كم غمض عيوني كذا كاني شايب. هذه اربع اصفار ذي، 1 2 3 4 10,000 يعني انا معي 1400. اوه هذا لازم اجيبه، اعرف كيف راح اجيبها ان شاء الله. بس والله كثير 1400، والله كثير 1400. ها بس راح تيجي ان شاء الله ان شاء الله. عارفين احتاجها هذه يا جماعه تخر. ليش احتاجها؟ هذه تخليك تقدر تتسلق على الجدار، تقدر تتسلق على الجدار كعب السلاح. ان شاء الله راح اجيبه. بس يلا الطيفه هي غاليه، ان شاء الله راح اجيبها باذن الله. والله اللعبه جدا جدا كريمه من ناحيه ارواح، دك كثير. ان شاء الله اول ما اجيب 10,000 راح للرجال الطيب ذا واشتري من عنده باذن الله باذن الله. الحين ايش ابغى اسوي انا؟ ايش ابغى اسوي يا جماعه الخير؟ ايوه الحين خلونا نجي هنا. انت جبت الخطاب صح؟ ايوه صح صح. والله في اماكن كثيره ابغى اروح لها، بس والله ما ادري ابدا فين. هنا في باب فوق يا جماعه الخير، عارفين على فوق. خلوا اروح من عنده. عندك شيء ابغى؟ والله يبيع من الحجار دي، بس عارفين كيف يعني انا معاي، عارفين اديني كذا ثلاثه. هنا يا جماعه الخير في باب ما رحت من عنده. ليش يا جماعة الخير؟ ايوه في باب هنا ما رحت من عنده، خليني اروح فوق. يقول لي سيدة وعلى فوق، والله ما ادري كم ما رحت. الحلقة الماضية جبت السفر رهيب ذا، يا ساتر استر. والله يا جماعة الخير جدا قوي، شوفوا كيف بالله. انا بروح، تبغى تطلع على فوق، وكيف تطلع فوق؟ يا جماعة الخير والله ما اعتقد، عشان جبت الخطاف انا فما ادري اذا ممكن بدل اطلع على فوق. هذا اكثر عدو اكرهه باللعبه. واحد سالني قال لي فين اكثر عدو يا عبد العزيز؟ هذا يا جماعه الخير اللي يرمي القنابل. عارفين الحلقه الماضيه استلمني ابن الذين واجهته ابدا من سهل. نبغى نطلع على فوق. الاشواك دي واحده بواحده. اها كيف شايفين كيف الاشواك دي واحده بواحده، بس الحمد لله قريب. والله ما ادري اذا اللعبه دي فيها دبل جمب ولا لا، بس ان شاء الله فيه. جبتها كذا الشيء ده راح يسهل اللعبه بشكل كبير. ما عليكم الحين ارجع، الحين ارجع يا جماعه الخير. انا بروح هنا. شايفين الاشواك ذي يا اخوان واحده بواحده؟ يبغى اول كذا ما جاني شيء، او يرمي قنابل كمان. فين متنور؟ ايوه هنا، هنا من هنا. ففي باب هنا ما ادري، والله ما ادري انا اذا ابغى اروح من هنا انا ولا لا. فين انا؟ بس بشوف. اللي فوق ده انتبه منه.
والله عجبني باللعبة دي التنوع بالأعداء. أنا بس بدري تنوع بالأعداء والله والمناطق كمان. الحمد لله نقزنا هنا. يخلوا على جبسي أو خلوا نحط مسدس أفضل. أنا أبغى أروح أنا. لو تبغى تروح سيدة تبغى تشوف الباب ذا ديب. تملك تروح مع البوابة دي ولا لا؟ هو في مناطق كثيرة. عرفت كيف؟ ما كنت قادر أروح من عندها عشان كان إيش اللعبة كانت تقول لازم يكون معك الخطاف. أقدر أجيبها. فين أبغى أروح؟ أنت تبغى تروح سيدة. ما في حق القنابل الحلو هنا. هذه لو انفجرت حدي مصيبة والله. في ارواح هنا بس هنا كيف اجي؟ كيف ما جيت هنا انا يا جماعة الخير؟ اعتقد تجيها من ورا. اعتقد تجيها من ورا. الا والله تجيها من ورا. او من فوق ممكن. لا ما في طريق على فوق. والله ما ادري من فين تجيها بالضبط. انا ما جيت من فين. وهنا ما نزلت ابدا. لك ودفها كذا. ابغى دفها هذي. اصلا ما تقدر. والله انا ما ادري كيف تروح يا جماعة الخير. انا ما جيت من فين. ايوا انا جيت من هنا. وهذا ما قتلته بلا خليه يروح يقضي عليه. شوف الضربة دي بس. الحين شوف الضربة دي. خلاص تخيلوا مات. الضرر اللي تسويه انا ترى ما شاء الله مرة عالية. من فوق ممكن. يا جماعة الخير ممكن كذا. في طريق للزن. هو واضح هنا في طريق تجي من فوق. الا ولا بس بالله اروح. بدات اني شايف في من الارواح ذي. خلو يرمي رميك عشان تنفجر. شوف كيف رباها. خلو يرمي رميه بس يا جماعه الخير. ان شاء الله في حلو جات في بس ابغى تنفجر. او بدا يرمي علي والله. سب الله يكافو بضربتين. والله مره شيء جميل. يا رب اروح هناك. صح ما رحت هناك انت. اي والله ان شاء الله من هنا. هذه انفجرت عندي مصيبه ترى. لو هنا ما يجي شيء. تعرفي والله مستمتع باللعب. يعني لعبه بسيطه تعرفي مي من الالعاب الكبيره. لعبه بسيطه يا جماعه الخير وجميله. والله مو من هنا بالهجه. خلوني اروح مع الجهه الثانيه. وكمع الجهه الثانيه من هنا رحت. كيف فيني ذي؟ والله ما ادري كيف جت فيني. هنا طلعت انا. طلعت هنا. والله كني طلعت. والله ما ادري طلعت ولا لا. خلوني اروح بالله. او ممكن طلعت هنا بس فوتت الطريق. الله لي يوفقك يا شيخ. النار باللعبه ذي. والله النار باللعبه ذي هي جدا جدا قويه. يعني لما يجيك ضرر الحريق لما تنحرق. عارفين؟ ساتر يعني مره. ايش ابغى اسوي دحين؟ حيصيدك بالجو. صح 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 كذا النظام. بس ما انحركت الحمد لله. ايش ابغى اسوي انا؟ خليني اسوي كذا. والله ما داني اطلق عليه الغبي زي كذا. وعشان جاي قدامي خلاص عارفين؟ كذا بقول له ضربه. تخيلوا ياخذك. والله لو اقدر الغي من اللعبه الغي. شوفوا كيف بالله. شوفوا كيف. انا بروح انا. ايوه المفروض المفروض في نزل على تحت. المفروض انه في نزل على تحت. نبله ياخذ لي حبه من دي عشان افتكر الحلقه الماضيه جيت هنا كان في عدو جدا قوي. بس ما ادري كان هنا ما كان قدام. يو المفروض دحين في طريق على تحت. بس ابغى انزل انا هنا. اوكي اوكي ما جانا شيء. هنا ما ادري ايش في. هنا ما نزلت. خذوا مني العلم. عارف نفسي هنا ما جيت. بس السؤال هو مين منتظرنا هنا؟
احنا مين منتظرنا هنا؟ اوكي هذا سهل، ضربتين. يو هنا ما جيت ابد، هذا جيت واحد، وهذا اللي يرمي الشيء ذا. تبي برجع له ترى. والله عدو رهيب صراحة، كذا يطلق زي البيكيف، زي القرص كذا الكهربائي. قفزت بس متأخر. اوكي هنا ابدا ما جيت. هنا ابدا ما جيت يا جماعة الخير. جيت هنا والله يقول لي جيت، في لفة يمين ما اخذتها اجل. ايوه والله ما ادري من هنا، جيت من هنا انا، والله جيت من هنا يا جماعة الخير. ما تحركتها كذا. يا اخي الباب ذاك كيف افتح؟ استغفر الله العظيم. من بديت هديت يا عبد العزيز؟ يا اخي ايش تبغاني اسوي لك طيب؟ انت ما تعرف اللعبه ذي. الو حلو من هنا يا جماعه الخير. الله كفو، عارفين؟ المفروض انه قصيت اللقطه ذي يعني ما يعني، هذه ورا الكواليس اللي دوب الكلام. الحمد لله طلع الطريق من هنا. والله لا تسألوا لي كيف بس جبنا كفو. الحمد لله الحمد لله 7000. حلو قربنا والله. ها والله قربنا يا جماعة الخير. أقول لكم اللعبة جدا كريمة من ناحية أرواح. أنت ما تبغى أرواح خذ عندك. أيوة نبغى نرجع من هنا للشيك بوينت. نبغى نسويها تحت. لا ما في شيء تحت يعني. هي الأداة هذيك ما أعتقد أنها مهمة، بس حتساعدنا باللعبة عارفين؟ فاهمين علي يا جماعة الخير؟ احنا بطلع فوق هنا ملح، بس خليني ادف ذي يعني. هذه اللي راح اشتريها اللي تخليني اقدر اتسلق على الجدار. عارفين كيف يا اخوان؟ يعني هي مي مرة مهمة عشان يعني تختم اللعبة، بس كان جبت راح تساعدك يعني عارفين، تساعدك الاداة اللي تخليك تقدر تتسلق على الجدار يعني بعض الموارد وكذا مثلا يعني عارفين يعني، يعني تاخذ لك ارواح زيادة يعني تسهل عليك اللعبة عارفين كيف؟ الشيك بوينت المفروض قدامك، خليني اقتلهم ذولي، ناخذ ارواح على السريع. انا ابغى اروح وتبغى تطلع على فوق. والله كنت ابغى اسوي فارمنج، بس ما ادري يعني اللعبه ما شاء الله تديك كثير عارفين، تديك ارواح كثير ما شاء الله. دحين ايش تبغى نسوي؟ ايوه هنا في طريق على فوق، هنا في طريق على فوق. بس اقدر اروح هنا ليه؟ بس خلوني اروح يا جماعه الخير واشوف هنا ان كان اقدر اعدي من هنا. بالله ثواني الباب قدامي، في باب هنا ما ادري والله ايش عنده. يعني احنا عندنا منطقه جديده وراح اروح من عنده، بس بالبدايه بعض الاشياء الجانبيه. بعض الاشياء الجانبيه. الله الله سلاح رهيب والله يا جماعه الخير، مره سيف رهيب. شايفين ما شاء الله كيف يعني الضرر وكيف مرة والله. اوكي هنا عندنا بوابة، خلونا نحط عليها علامة استفهام انه ايش البوابة دي، عليها علامة استفهام. استفهام يعني ما ندري، اداة ما جبناها الى الان، فعارفين كيف؟ زي كذا النظام راح يكون، زي كذا النظام راح يكون. يعني أي بوابة ما نقدر نروح لها نحط عليها علامة عشان نعرف يعني جزء كبير من اللعبة إنه زي كذا تحدد عارفين. الحين أحب أنا أبغى أروح، فين أبغى أروح يا جماعة الخير؟ إي والله في جهة كاملة تحت، في باب فوق. خلوني أجي هنا، إيوه خلوني أجي هنا، خذ مني العلم، خلوني أجي هنا. أنا أبغى أروح في باب فوق، ليه ما أقدر أروح من عنده؟ ممكن لازم الخطاف. بس مو من هنا، هنا بس اعتقد كان في شيء معين واخذناه. خلوني اروح من هنا. خلوني اطلع هنا. خلوني اطلع هنا يا جماعة الخير. ناخذ يسار، ايوه.
يسار من هنا فوق عندكم او البوابة دي. البوابة دي ليه ما اقدر افتحها؟ شوف كيف رماها ابن الذين الله ياخذه. البوابة دي ليه مغلقة؟ هي تفتح من مكان معين بس والله ما ادري. هذه بحددها بايش؟ والله المفروض باستفهام. ها؟ المفروض باستفهام. ايوه خلوني احط انه البوابات اللي ما حددتها هذا معناته ايش؟ انه ما نعرف يعني هذا ايش نسوي فيها على فكره. يعني قصدي تنفتح ممكن من مكان ثاني عارف يعني هذه لها شيء يفتحها بس والله ما ادري من فين عارف يعني زي الزر كذا اضغطه الحين. اي والله من هنا من هنا كان يقول لي لازم تستخدم الخطاف. اتذكر جيت هنا الحلقه الماضيه وكان يقول لازم تستخدم الخطاف يا جماعه الخير. من هنا بس ايوه من هنا من هنا افتكر كان في جهه كامله. ايوه شايفين ما ندري ايش فيه هنا. احنا ما ندري ايش فيه هنا. اي والله هذه الحلقه الماضيه كانت تقول لي ساعدني. I cannot see you. Why? Yes. I dance in all. Oh, how I yearn one. Annika. That is no mean feat. For sure. It is not. I know of a place. I know of a place where you'll be safe. Head to the manor. وصلناها المانر يا جماعة الخير. ما أدري يعني تبيع أشياء ممكن أو ممكن تدير سلاح رهيب. فوق هنا ما طلعت أنا. كيف تطلع فوق هنا يا جماعة الخير؟ إلا طلعت فوق. متأكد يا جماعة الخير. بس فوق زيادة يقول لي في طريق ما رحت من عنده. ولا بس بلها شو أعتقد كان لازم استخدم الخطاف هنا. هنا واضح لازم اجيب كذا دبل جمب عارفين عشان اقدر اطلع فوق هنا. اجل لا طريق انا مو هنا فوق ما نقدر نروح لسه. عارف كيف؟ فوق هنا ما نقدر نروح يا جماعة الخير. خلونا نحط ايش؟ العلامة دي انه ايش لازم تجيب قدرة كذا عشان تقدر تروح هنا. إذا حطينا هنا لازم تجيب قدرة. إذا حطينا علامة هذا. إذا حطينا الثانية دي الاستفهام معناته إيش؟ لازم تجيب أداة معينة. أوكي إن شاء الله ما أنسى. عشان لا ألخبط يا جماعة الخير. الحين إذا إحنا نبغى نرجع والله كنا نفتكر في مكان ثاني كمان كان نحتاج الخطاف. عارفين كني والله أفتكر في مكان ثاني أحتاج الخطاف. هذول أخديهم كذا. حلو حلو ادوني 100 ليش لا؟ ايوه هنا على فوق هنا افتكر كان في مكان يحتاج الخطاف اظن هنا. المصعد ده ابغى اروح لا سيد ابغى اروح سيد يا جماعة الخير. في شيء فوق هنا ما اقدر اجيب والله ما ادري ممكن اجيب برضو كمان مهارة معينة. ايوه هنا اوردرز مكتوب اوامر دي ما ادري صراحة ممكن يديها احد. ايش عندنا هنا؟ والله متعفين هذولي والله متعفين يا جماعة الخير. واضح لا تيجي هنا يعني شفت ذاك اول كنت بضرب انهي. الحين شوفوا كيف ذولي ماني قادر عليهم يعني الا بالقوة. والله عاجبني كمان الانيميشن يا جماعة الخير حق الاعدام فين مختلف كمان من عدو لعدو عارفين يعني شفتوا هذا كيف خفاش ذا كذا قطع الاجنحة حقته. في بعضهم ياخذ الالفاز كذا ويطعنه شيء جميل والله.
اوكي اوكي هنا لازم اعتقد نجيب قدرة. هنا يا حبيبي تجيب قدرة، فخلونا نحط العلامة حقت القدرة. ايوه هنا لازم نجيب قدرة عشان نقدر نجي هنا. ما اقدر اجيبها متأكد، ممكن اجيب زي الدبل جمب صدقوني كذا نقزتين ورا بعض. اوكي اوكي الحين عرفنا، الحين عرفنا انه هنا لازم تجيب قدرة. هذا من عنده طريق ذا؟ والله كنا افتكر في مكان ثاني كمان احتجل. ايش كان لازم يكون مع الخطاف اظن. يا جماعة اخر كنا افتكر في مكان ثاني. هو على العموم الطريق الاساسي انا عارف من فين، من عند الزعيم اللي قتلناه نهاية الحلقة الماضية. راح اروح صدقني راح اروح، بس ايش يعني بعض الاشياء جانبية ومنها كمان كوف. والله قريب اجيب 10,000. راح افتكر ببلاد بورن يا جماعة الخير، بلعبة بلاد بورن. كان في بوابة تحتاج اعتقد 20,000 كانت تحتاج، وانا قلت تحتاج 200,000، وافتكر التعليقات يعني كثير جاتني عبد العزيز تحتاج ترى 20 مو 200، يعني الناس استلموني على فكرة. الواحد يعني لازم تتابع. يعني والله بعض الاحيان الاصفار ما اشوفها زين عارفين، انا والله عندي يعني شوية نظري عارفين. والله زمان كنت البس نظارات بس عارفين بعدين بطلت صراحة، والله الافضل اني البس يعني لما البس راح اشوف بشكل اوضح. هنا ما في شيء، انا ما ادري ليش قاعد اروح هنا يا جماعة الخير. والله كان في طريق على تحت، ليه ثواني فين اقرب شيك بوينت ورا؟ خلوني ارجع ورا، خلوني ارجع ورا. تحت هنا ايش فيه؟ اوكي ما في شيء. خلوني بس بالله وارتاح. ايش ابغى اسوي؟ هنا فين هنا؟ اعتقد بنكمل من هنا احنا. يا جماعة اعتقد في بوابة على تحت. لا ابغى بداية اللعبة. هنا بداية اللعبة عشان افتكر كمان. ايوه هنا كان في مكان يقول لازم لك الخطاف. هنا ان شاء الله هنا. بداية اللعبة فاكرين؟ سأروح من هنا انا. ليه ثواني يا اخوان؟ كنا افتكر في مكان هنا كان يقول لازم لك الخطاف. بس انا متأكد صراحة اذا هنا ولا لا. منها كمان ناخذ على فكرة ارواح على السريع. اي والله كنا في على فوق هنا. والله هو فيه بس اكف يعني مو تستخدم يعني مو الخطاف اللي تجيبه. جيب لها معلش خليك كمل على على الى الامام عارفين قدام ممكن. والله معلش يعني جزء كبير من اللعبة دي انك تضيع. والله اتمنى تستحملوني. ما افتكر هنا صدقوني كان تستخدم الخطاف، هنا كان لازم يكون معك الخطاف. والله شوف اشياء طيبة هنا ممكن تجيها من ورا، ممكن تجيها من ورا. في بوابة هنا، بوابة دي كيف تجيها؟ ما في طريق ممكن من هنا على تحت، أو ممكن جدار سري والله ما تدرون ممكن. صدقوني افتكر هنا في مكان بداية اللعبة كان يقول لازم لك الخطاب. شو وقت يا شبكة؟ تابع منها. هنا هنا يا جماعة اخر. اوه يا السلام. والضربة كمان المشحونة شو كيف. واو. مرة والله. تسوي ضرب كبير ما شاء الله. فهنا هنا ابدا ما قد جينا. عندنا يسار عندنا يمين. خلونا نبدا باليمين يا جماعه الخير. خلونا نبدا باليمين. واضح. اوه اوه هذا الزعيم اللي بدات اللعبه. يا حبيبي الحين جوه كذا.
كف الضرر. اتوقع عاد راح تنهي. بس ما جت فيه 100%. وجت فيه الضربة كاملة كانت اتوقع راح تنهي. يا سلام ديك الفين ها؟ والله يا مكان رهيب للفارمينج. ديك الفين يا جماعة الخير. اكيد اكيد شيء رهيب. وهنا الفين كمان. والله اللعبة جدا كريمة. نفسي كلها احطها بالسترينج عشان قوي الضرر. بس لا والله لازم اشتري الاداة ذيك اللي تخليني اقدر اتسلق. اوكي من هنا ابدا ما رحت. هذا ايش بسوي معاه؟ لا استغفر الله العظيم. عبد العزيز كان معك مسدس الله يهديك. اصلا النقزة ذي ما ادري اذا اقدر اجيبها ولا لا. والله لو مت دحين يا الله راح يكون شيء غبي. يا جماعة الخير. راح يستر. انا اشواك ذي واحدة بواحدة. خير. والله انا بسيفي الثقيل ذا كمان. عارفين ممكن فجأة كذا اطيح. والله نفسي ارجع لهذاك واقتله كمان. كل شيء رهيب والله. يديك الفين. الا حسوي الشيء ذا حسوي. والله زي ما اقول لكم مكان مره رهيب. شوفوا ذا كمان على سبيل المثال كيف تاخذ البندقية منه. مرة شيء رهيب والله. لعبة دي والله أول مرة شفتها قلت والله ما أدري ممكن ما تعجبني. إي والله. الحين شوف أوكي. والله انبسط وأفرح لما أعرف إني بلعبها. كيف نلعب على المضمون يا جماعة الخير. خلونا ناخذ ارواحي. بكيف خلونا ندي ذا طلقة كذا. يا ما لا حول ولا قوة الا بالله. ايش بسوي معاه؟ له ثواني خل العب على المضبوط عشان ما ابغى اغلط نفس الغلطة اللي غلطتها اول. اي والله عندنا سحر هنا. بس الناقزة ذي والله ما اظن ما داني اجيبها. له بس خليني اروح اقتل ذاك بسرعة من هنا ناخذ الفين على السريع. خذ يا جماعة تأخر الفين على السريع. شيء رهيب والله. بدأت انه ساهل عارفين كلها كم ضربة. خلني بس اقرب منه. هذا أول زعيم. عارفين كيف واجهناه الحلقة الماضية؟ أول زعيم باللعبة. والله كفو كل مرة تقتل شوفوا كم يديك. شيء رهيب والله. احنا النقزة ذي والله ما أدري إذا أقدر أجيبها ولا لا. يا جماعة الخير والله ما أدري إذا أقدر أجيبها ولا لا. ولا والله تقدر. سلام الحمد لله شفت الخطاب على الأخير. اوكي في شيء طيب هنا خذها ليش ما خذها؟ اوكي ايش بسوي فيه؟ اوه خلدي كذا عارفين العب على المضمون. ايش فيه صراحة ما ادري ايش فيه. يا سلام والله كفو. يعني لما جينا هنا صراحة يعني استفدنا بشكل كبير والله بشكل كبير. كيف اخذنا كل شيء.
بس بالله خلينا نشوف في شيء تحت. والله في بوابه تحت، ايش ما تنفتح البوابه دي؟ ايش ما تنفتح؟ والله ما ادري، اتوقع عليها طريق سري ممكن. من هنا من فوق ممكن، بالله بس خلينا نجرب فوق. ممكن زي اول جدار سري. هاي يا جماعه تاخروا ينزلك على تحت. ما تدرون ممكن كذا النظام. اه والله شو كل شويه كذا نمزح معاك احنا. بس والله مره شيء جميل انه معنا 19000. او هي كاتب 10000. صح. كم باقي؟ والله باقي كم 100، باقي كم 100 بس. شو ابغى اسوي انا؟ ايوه من هنا الطريقة راح اروح. ما عليكم استواني بالله، لا ما ابغى اروح هنا. انا فين ابغى اروح؟ انا فين ابغى اروح؟ هذي فين دي؟ لا كان في جهة كاملة يا جماعة الخير عندها مصعد. راح ما ادري فينها صراحة، بس ما عليكم راح اطلعها ان شاء الله. هنا ما ادري فين، هذا فين؟ اتمنى تعذروني والله، والله اتمنى تعذروني. انا تعرفوني بالطريق، هنا في اشياء كثيرة والله. لا ما ابغى هنا. هنا فين يا جماعة الخير؟ اوكي هنا الكف ذا. خلونا بس بالله اقتل واحد اقلها. عشان اعرف كيف نجيب ال... نجيب الارواح اللي ابغاها بعدين خلاص نكمل. عارفين انا معي 20. اوكي والله انا مره صراحه بالرياضيات يا لطيف. والله ما ادري كان راح تصير 10، ما ادري ليه والله مخي قال لي راح تصير 10. انت معك 20 ما شاء الله. اوكي معليش. الحين احنا نبغى نرجع يا اخي، نرجع المانر ونشتري له. عارفين هو جت هنا. إيريك I regret not. اه I must have ودتني سحر اعتقد. عندها شيء جديد ده؟ خلينا نشوف بس. ايوه خلاص خلينا نسيبها الحين. خلينا نرجع عند الرجال الطيب ذا. كلايم اوكي، خلينا نتسلق عليه وكذا. أكيد شيء رهيب. حلو بقي شو كام سلاحة؟ أعتقد طورتها على أعلى مستوى أقدر أطوره. أيوة أخوان على الثاني. المتبقي خلوني أقوي نفسي فيه. شايفين والله لعبة جدا كريمة من ناحية أرواح. شوف أنا كنت أبغى 10000 دوني 20. شو ابغى اقوي انا؟ انا شو ابغى اقوي؟ ايوه خلوني ارفع السترنج نعلي الضرر اللي احنا نسويه. اكيد شيء عن مصلحتنا. دحين يا اخوان ايوه دحين نبغى نروح نتسلق. بس والله ناسي من فين، والله ناسي من فين بالضبط ابغى اروح انا. هنا ايش في بله؟ ثواني هنا على فوق ليش ما اقدر اروح؟ الله يقول لي ما لك تطلع. معقول ما طلعت على فوق ابدا من هنا؟ شكلي ما رحت ابدا. اي والله انت هنا ما رحت ابدا. الباب ده ما ينفتح والله، ما ينفتح. فوق ايش فيه زيادة لو طلعت على فوق؟ اي والله فوق هنا في منطقة كاملة. خلوني بس بالله اروح اشوفها على السريع. انا جيت هنا بس نزلت على طول على تحت. عارفين المنطقة ذي قلت نسويها الحلقة القادمة. بس ما اعتقد انه هذه منطقتنا الرئيسية. عارفين؟ احنا وين راح نجي؟ المنطقة ذي اللي فوق الخضرة.
والله ما ادري هو تبغى تعرف المنطقة دي الان ولا لا. من الاعداء مين؟ اذا العدو زي كيف ضربة تري، اذا لا مش دار سري ذا. لا مش دار سري. اذا لا يا جماعة تخر معناته عارفين يوم من هنا. اذا الضرر اللي انت تسويه قليل معناته المكان ذا ما تجي ذا الحين. والله ممكن ممكن والله والله كان ابو جوك بحركنا يا جماعة تخر. والله ممكن بس انا مو ذا المكان اللي ابغى فيه، كم شيء جانبي بسويه على السريع. والله هو واضح انه شوية دسم المكان ذا. الله الله ايش ابغى اروح من هنا انا؟ هل في شيء هنا؟ لا لا ما في شيء. والله شايف الى الان تمام. ومن هنا ما تقدر تروح. اوكي هنا يعني ايش؟ هنا لازم تجيب قدرة. واضح اجيب زي الداش كذا عارفين، دفعه الى الامام مع دبل جمب ويصير خلاص. اما دحين زي ما تمشي فيه ما اقدر. اوكي اوكي عرفنا المنطقة دي ما تقدر تجي. بس والله كفو الضرر اللي نسويه عالي. ها الضرر اللي احنا نسويه يا جماعة الخير عالي ما شاء الله. دحين دحين خلونا نرجع لتحت من عند المصعد. من عند المصعد يا جماعة الخير نروح من عند المصعد. والله كمان كان في مكان ثاني عارفين، ان شاء الله راح اروح من عنده باذن الله. فاكرين الزعيم اللي حطيته بداية الحلقة الماضية؟ الزعيم ذاك اللي قتلته بداية الحلقة الماضية، مو الحلقة الماضية من اللعبة دي يا جماعة الخير، مو على بدايتها كذا حطيت لقطة واجه الزعيم المنطقة ذيك. اي والله تحت وباخذ المنطقة ذيك ابغى ارجع لها. كان فيها الجدار لازم تتسلق على فوق. الحين جبنا القدرة تخليك تتسلق عارفين. فهناك هناك يعني اكيد في اشياء طيبة عارفين. فراح اروح لا ما عليكم. بس الحين ايش؟ خلونا هنا. والله انا السبب قلت لكم بالحلقة الماضية اللعبة ذي جدا سهل تفوت فيها اشياء. ايش دار سري؟ حلو حلو والله. ايش دار سري؟ والله والله ما كنت متأكد يا جماعة اخر هذا ايش دار سري ولا لا. بس في كان طريق على فوق. خلونا نبدأ بهنا. هذا على اساس انهم حشكوني هنا. نزل لي هنا يا بطل وناخذ لي حبه كذا. اوكي اهم شيء حقنا القنابل. كفو يا اخوان شوفوا السيف كيف توصى فيهم. عج نفسي حبة كمان. اللي بعده. اوكي الحمد لله انا هنا هم كلهم عندهم صندوق ان شاء الله شيء طيب. رب اصلح سترق يا جماعة الخير. يا سلام هذا تخليني اقدر اشيل اقدر اشيل يا جماعة الخير رصاص زيادة. بس بالبداية لازم يكون معك رصاص يعني دحين المخزون صار كبير صار اكبر عارفين. بس ايش لازم تزود؟ لازم تروح تشتري قصدي رصاص عشان تقدر تشيل اكثر. يعني اول ما كان بدك تشيل الا 10. الحين بما اني جبت الاعداد اللي دوبها عارفين الشنطه دي قصدي صار بدك تشيل اكثر. صار بدك تشيل اكثر. والله ما ادري انت زي ما تمشي فينا ما استخدم المسدسات بشكل كبير. عندنا هنا خلنا بالبداية اخذ اللي هنا. او هنا هنا تبغى نتفاهم. خلنا ناخذ الحبة ليش لا. انا رجعت من هنا.
تعرفين والله زمان ختمت لعبة اسمها هالو نايت، اللي اللعبة دي مثلا الحين شايفها وعجبته ضروري لازم تروح تلعب هالو نايت. حلو حلو البوابة اللي كانت تفتح من الجهة الثانية. هالو نايت يا جماعة خير لعبة ابداع والله جدا جدا حلوة، بس والله جدا صعبة. راح المنطقة دي اسهم اللي يعرفك كيف يعني، المنطقة دي فيها قسم حق اللي يرمي القنابل هذاك اللي اقول لكم اكثر عدو مزعج. يعني المنطقة دي صراحة اسهل بكثير من المنطقة اللي كنا فيها الحلقة الماضية، يعني هنا اهون صراحة عارفين. المنطقة هذيك اللي كان فيها حق القنابل، كان فيها ذاك اللي يرمي القرص الكهربائي، مرة والله اصعب منطقة جيتها من بداية اللعبة. ما هنا شي فينا سهلة صراحة. حلو حلو شنو اشياء طيبة هنا، هذا ما ادري ايش ممكن يديها احد. وين بدك تستخدم الخطاف؟ بس لازم تجيب نقزتين. اوكي اجي خلونا نحط انه هنا لازم تجيب، مش كنا احنا ايوه قدرة، هذا معناته قدرة، هنا لازم تجيب قدرة. انت مين انت؟ That is a mighty feast you have. It is all I can eat. From the bones of the dead, it has taken me. Then we must cure you. It is fruitless to try. I studied the. There has to be. No, the beings that surround. The Sulmanar. هذا هذا الدنيا. Unique weapons. Oh. ويا جماعة الخير. تقد اللعبة دي فيها أسلحة زعماء. ويا جماعة الخير. توقع هذا الرجال اللي سويها توقع. I know of a place where you'll be safe. Head to the manor. Head to the manor. خلاص رسلت المانر. I know of a place. الحين خلينا نشوف هنا ايش فيه، هنا ما ادري ايش فيه. خلينا نشوف هنا ايش فيه. خلينا نشوف يا جماعة الخير هنا ايش فيه. عندك حصار. خلينا نحددها انه ايش لازم تجيب قدرة. هذه معناته ايش لازم تجيب قدرة. حلو حلو عندنا تشيك بوينت هنا. يلا طيف خلنا نشرد بس. شفتوا كيف العدو ذاك بكم ضربة؟ العدو بكم ضربة انهيه؟ حنشوفه كيف يعني. فين؟ يعني ضربة واحدة شوفوا ما سوى الضرب كبير، أكيد أكيد أجي هنا بعدين، بس أبغى أحدد هذي. هذا معناته انها منطقة صعبة، السيف ذا منطقة صعبة. والله عشان اعرفك عشان يعني ما انسى يا جماعة تغير، عشان ما انسى. الحين بروح مع المكان الرئيسي. هنا كان. والله هو المنطقة ذي بس مو القسم ذا عارفين. راح ما ادري فين هنا، هو هنا يا جماعة بس ما ادري فين هنا. خليني بس بالله اشوف الخريطة. ايوه هنا هنا اعتقد نزوع تحت اظن. لحظة بس معلش خلوني ارجع. ايوه خليني اشوف هنا، انا ابغى اروح انا بس بالله خليني اشوف ورا ايش فيه. لا مو من هنا، هو في مصعد هنا. اي والله في مصعد هنا. يا سلام يا واه. تحت الزيادة ايش كم فيه؟ تحت الزيادة ايش كم فيه يا جماعة؟ ليه ما كنت قادر اروح هنا اول؟ هنا المكان اللي ابغاه بالله يقول لي هنا، والله كأنه هنا. يا سلام. حلو يا جماعة الخير هنا. جايبين دحين خلاص اقدر اتسلق. ايش عندنا هنا؟ حلو حلو هذه الابواب. اي والله شفت زيها كثير. أقدر أعدي بما إني جبت
العدسات دي خلاص. اوكي اوكي جبنا السحر. والله السحر ما يعجبني مرة اكون صريح معاكم. خلونا طب انزل انزل تحتي. والله تحت كمان كان في شيء. تحت كمان كان في شيء يا جماعة الخير. والله كمان كان في باب. بس ناسي فين كان بالضبط. اوكي الحجر ذا اعتقد انه يقوي الاسلحة وكذا. اوكي فين كان؟ في باب سحري كمان. والله كان في واحد عند حرمة كان عندها يا جماعة الخير في مكان زي ذا كذا وراها. حجيبه صدقوا لي حجيبه ان شاء الله. كيف حجيبه ان شاء الله. هنا في شيء ابغاه له بس خلينا نشوف هنا ايش فيه. والله ما نشوف شيء هنا. اجل خلوني ارجع لورا. الحمد لله عرفت كيف جبنا اللي تخلينا اقدر ادخل مع الابواب السريه وكذا. اذا احنا نبغى ارجع ابغى ارجع للشيك بوينت. والله كان في ابواب مو باب. انا الله يهديني مو من اول. كان المفروض من اول يعني احدد وكذا. انا بروح من هنا. اعتقد بروح من هنا. الشيك بوينت ذي لا حول ولا قوة الا بالله. معلش اتمنى تستحملوني. انا ما افتكر اني جيت من عند العبيط ذا. قوم تنقصت على طول صح صح. ومن هنا من هنا معلش. اوكي فين كان المكان ذا؟ انا الله يهديني ما حددت الحلقة الماضية. لو حددت كان متأكد الحين بس اروح لها بسرعة. اوكي يا اخوانا دحين هنا. نبي كيف هنا؟ عندنا يمين ويسار. اوكي اوكي هنا ابدا ما جاء. راح ناخذ يسار. بس خلينا بالبداية اشوف يمين ايش فيه. خلونا نتسلق من هنا بالبداية. حلو حلو عندنا صندوق هنا. هذي شعر مش تسوي ذي؟ إلكتريك دامج إلكتريك ديفنس ريزيستن. اوكي بينج إلكتريك يعني تقوينا من ناحية الكهرباء بشكل كبير. هنا طب ايش فيه هنا؟ هنا ما عمري جيت. طريق مختصر ممكن عشان من هنا شايف ان جيت. ايوه ايوه يا جماعة الخير مو لازم ارجع. انا ايش ابغى ارجع؟ لو طلعت من هنا راح ارجع المنطقة ذي. من هنا عمري رحت عارفين. اجي خلينا نشوف الجهة الثانية ذيك يسار ايش كان فيها. عارفين كيف يسار. بس والله المكان اللي ابغى اروح له انا اكون صريح معاكم مو هنا. ابغى اروح يا جماعة الخير كان في حرمة. والله كان في وراها جدار هذي اللي عارفين كيف الحين متى اروح من عندها. شفناها الحلقة الماضية. الحلقة الماضية. وش عندنا هنا منطقة كاملة. اوكي اوكي. اوكي راح نجي هنا ان شاء الله. اعتقد هذه المنطقة اللي راح تكون بحلقتنا. بسم الله اخر شيء خلينا نشوف خلينا نشوف الخريطه. اوكي يا جماعه تاخر من هنا. ايوه من هنا ابغى اروح. ايوه سيده عارفين هنا كان في باب ما كنت قادر اروح من عنده. دحين الحمد لله اقدر. بس نشوف هنا ايش فيه بعدين خلاص نروح مع جهتنا مع منطقتنا الرئيسية. حلو حلو شارم هذه التعويذة. الله الله فيسيكال دامج فيسيكال ديفنس. الله والله مرة شيء جميل. الحمد لله اني جيت هنا يا جماعة. اللعبة دي والله تكافئك ترى بشكل كبير لما تفتش وكذا. الحين ان شاء الله خلاص تمام سوينا كل شيء. سوينا كل شيء دحين كله علينا نروح مع المنطقة دي هذه. نبغى نروح هنا بس بالله ثواني فين اقرب شيك بوينت.
أقرب شيك بوينت يا جماعة الخير. وهي تبغى تطلع على فوق، تبغى تطلع على فوق. عندها كلام جديد الحين بعد ما جبت العدسة دي؟ لا نفس الكلام. أجل خلاص الحين خلنا نطلع على فوق ونروح المنطقة ذيك البحيرة ذيك عارفين. أيوة تبغى تطلع على فوق. في ملازم واجههم ذولي. خلاص روح لمنطقتنا الرئيسية. بس بلا شيء للزوم كذا. يوم مع المصعد ده على فوق وخلاص. عارف إذا إحنا حددنا كل شيء الحمد لله حددنا كل شيء وجبنا كل شيء خلاص الحين كل علينا ننطلق. سير لو جبنا شيء جبنا أداة جديدة نعرف نقول عبد العزيز ارجع ورا. كان في أشياء ورا. ايش ابغى اسوي انا الحين؟ ايوه انا بروح لمنطقتنا الجديدة. ايوه يا اخوان خلاص دعنا خلونا ننطلق بمنطقتنا الجديدة. الله الله انا ما جيت من هنا صح؟ ايوه ابغى اروح من هنا. لا بحيرة دي تخليني بطيء. ان شاء الله من ضربة. حلو حلو من ضربتين اجل هنا صدقوني هنا المكان اللي نبغاه. به ثواني يا جماعة اخر في شيء هنا. في شيء هنا يقول لك مر تاخذ ارواح زيادة اذا فعلت ذا. مفروض دحين اخذ ارواح زيادة. ساتر ايش الشيء ذا؟ والله شيء مزعج اقسم بالله. في يا جماعة الخير مفروض اخذ ارواح زيادة. هذا اداني 217 دوبه. ان شاء الله نشوفه قدام عرفت كيف. شوف كم يدينا بعد ما يروح المفعول. والله يروح بسرعة خسارة والله توقعت يطول أكثر. شو الشيء ذا؟ يا لطيف والله الشيء هذا. هذا الشيء اللي قاعد يلحقنا مصيبة والله. والله ذا هذه هذه اللي قاعد الحين تلحقنا قصدي ذي. طول كمية الضرر قد إيه؟ مصيبة والله والله مرة شيء مجنون. يعني معاه زي القنابل كذا تسوي ضرر كبير. والله تنفجر عندنا ذي. شفتوا كمية الضرر قد ايه والله كبيرة. مرة والله تنفجر عندك وتصير لك ضرر كبير. زي ذي ما اقدر اجيبها 100%. عارفين الشيء ذا اللي فوق ما اقدر اجيبه يا جماعة الخير. ما كفى الضرر نسوي طيب ها؟ اعتقد ابغى اقوي الصحة اكثر. ليه بس خلوني بسرعة ارجع هنا. عارفين ارفع الصحة. ما ادري كم اقدر. بس خلوني اعرف كيف على السريع اسوي الشيء ذا. والله جدا قريب. وصلهم 40 40 ان شاء الله. الحين احنا خلينا نرجع للمكان اللي كنا فيه. ايوه هنا. كمل يا جماعة الخير. والله زي ما اقول لكم جدا مستمتع باللعبة دي. اكيد مو يعني لعبة كبيرة بس والله جميلة. والله جميلة منها الواحد يغير وكذا عارفين. انا اخر لعبة اندي لعبتها والله زمان. وجميلة والله جميلة العاب الاندي بس ايش نديها فرصة. لا تحكم عليها على طول. ساتر كل واحد فيهم قاعد يلف شيء. والله اللي فوق ذا مو عاجبني والله.
هم واحد فيهم ذا شايفين ذا. اوكي بس الحمد لله كنت بعيد. هنا اقدر انقز؟ اي تقدر، بس هناك هناك اقدر اروح. والله بعيد ذاك، اصلا ايش ابغى اروح له؟ خلاص طريقنا من هنا. والله كان عنده شيء بس ايش؟ اعتقد اجيب زي الدبل جمب. اقدر اخفز قفزتين عشان. بروح هنا. راح انزل له ذا ما عليكم، بس خليني اشوف هنا ايش فيه. خليني ابدا بتاخذه مني العلم. اوكي نهيناها. تحت هنا ايش فيه؟ الله يستر، مش كمان اقدر انزل الكاميرا زيادة. حلو حلو، هنا في شيء بس. والله في القنابل ذي عارفين يعني معايا منها كثير، بس والله ما ادري انا طريقة لعبي عشان خلاص احب اعتمد على فكرة على السلاح. ما تقدر تروح من هنا، لازم ترجع من ورا. عارفين من هنا يعني. والله ذي اللي يرميها مصيبة والله. أو في واحد تحت كمان، كيف نزل تحت؟ أنا نزل تحت؟ استغفر الله. ليه خليني أشوف بس هنا إيش فيه. هذا ما أقدر أطلع له. يا ساتر تحت فيه كثير، بس أبغى أنزل لهم أنا. ليش أبغى أنزل لهم؟ والله ذا المصيبة ذا. استغفر الله. ليه خليني أشرد. أصلا ما أدري ليش أبغى أنزل لهم، والله ما أدري ليش. أنا مرتاح هنا. فوق انا ما اقدر اطلع، لازم قفزتين. خلوني خلوني بس بالبداية انزل هنا شوف. اوه في اشياء طيبة هنا. يا ساتر تلحقك لين هنا، قنابل دي اللي اطلقها هذاك. ايش ابغى اسوي؟ خلوني اشيل دي، والله ما ادري ما تستاهل. ممكن لما اسوي فارمينج أدد سويت استخدم عارفين. حي اثنين دول، ايش ابغى اسوي فيهم؟ راح ياخذك والله يكرهه. الحمد لله انا هنا. حي طريق اساسي من هنا. والله منطقة مي مرة يعني عارفين، يعني مو ذاك الشيء الكارثي. يعني الحمد لله شبك مسيطرين على الوضع. تمثال ذا مت راح اللعبة راح تردني هنا عارفين. اوكي قبل ما تتجنبها. كيف جات فيني؟ يا الله في واحد فوق، كم انتبه. خلونا نجي وراه صدقوني، كل شيء تجي وراه الغبي. يا اخي طل فيه. قاعد اخذ هذي شايفين زي هذا، ادهم فيها السلاح عارفين. هو بدك تدهنه بالنار وبدك تدهنه بالبليد وكمان بالهذا اللي تبي اخذته اللي هي الدارك عارفين، الدارك ماجيك. يعني بدك تدهن السلاح بالدارك ماجيك. ناخذ الشيء ذا. والله كانه في تنين هنا يا جماعة الخير، والله كأنه في شيء خطير هنا. وش الشيء ذا؟ أبغى أطلق عليه؟ إن شاء الله أنا أوريكم إيش راح أسوي وخلوه يجي. يا
أنا ما كتيجي أبطل أساس إني بروح. يا تعال خافنا هنا عشان لو واجهت هنا ما أدري ممكن إنك تروح أطيح. مين ذا الجديد ذا؟ أول مرة أشوفه. سويت كذا من أول. أي باك تطيح ذا نظامه. الحمد لله نمو مرة قوي. ديك 320. تعال بطل هنا هنا نتفاهم. تعال. طريق سري. لا مو طريق سري. جم من هنا. في ملازم هي خلاص كمان واقف عند الباب هنا. ما ادري كيف كذا. حلو حلو شك بوينت هنا. باب ده ما اعتقد انه مفتوح. هو ينفتح بس ما ادري ممكن تفتحه. جهة ثانية. هذا شفناه الحلقة الماضية. Let me help you. No. I'm gonna let me no. help you. Gonna no. It is my time. My turn. My power to manipulate as I wish. إن هو يبغى يكون كده. هو واضح فيه تقريبا زي المرض كده بس إيش؟ عندي ما يبغى يتعالج يقول. إنك زي دي أقدر أجيبها؟ لا ما أظن أنت أقدر. كيف اطلع؟ اوه تجي من ورا. اوه ده مين ده؟ طيب جديد ذا. بلهم يذكركم باول زعيم بلدر رينج. شويه والله يجيب شبه منه. ناخذ الحبه كمان من ذي. سلام هذه واحدة بوحدة كفو والله. جات فيه خلاص تنهي. ونجي ناخذ لي حبة كمان ما تدرون ممكن يطلع واحد زيادة كمان. والله شوفوا فوق ما تقدر تطلع. والله منطقة جميلة. مش كان اسمه كاسما سيتي اوف المدينة ال شيء كذا والله ما ادري ايه. جميلة والله المدينة دي الان. تنسلك مع الحديدة دي. اي والله مداك والله كفو. الحمد لله ما كان يطلع فيني. ايوه احنا كنا هنا دحين طريقنا من هنا. ايش ابغى اروح من هنا؟ أو من هنا تفتح الطاقة مختصر. كفو والله. يا سلام. أيوة خلاص نروح من هنا. مرة شيء جميل. وفي سلم فوق شايفينه. وفي سلم فوق إن شاء الله راح ننزله. فين الطعنة الأخيرة اللي سواها؟ لو كنت قريب كنت راح أطيح. لازم انتبه والله هذا احتمال كبير طيحني. هذه 17 كمان. أيوة دي هذا جت فينا الأخيرة. أتوقع كنت راح أطيح. أشوف كيف. يعني طلق عليه سهم ثاني كما أني احترقت. The forbidden power overwhelms by its own unique. You do not have the right to carry such. Who has that? No one. عندي مين دي سادي؟ حاربة ممكن؟ ما أدري إذا أنهم سالم ولا لا والله ما أدري. حيف عندنا طريق من هنا وعندنا من هنا خلاص بس شوفينا إيش فيه.
في تأليف كثير هنا. تأليف كثير هنا. خلوا طب شوف بس هنا. أوه وزعيم. يا حبيبي دهن السلاح كمان. الله لحق علي نفسي. رهيب والله بس كفو الضرر اللي نسويه. والله مرة شيء جميل انه اللعبة ايش؟ فيها كذا يا جماعة تخيل انك تواجهه زعيم. الحين قصده مقاتل. هلا طيب حرقنا الله ياخذه. هذي وجدت فيني مصيبة ذي. وسولي بيري ولا ايه؟ والله سولي حركة رهيبة. جت فيني وانا بعيد والله ما ادري كيف. والله رهيب والله. حرقني الله ياخذه. والله قاعد يسوي حركات رهيبة يخرب بيته. سكافنا هنا. حلو حلو جبنا سلاحه. كذا بندقية عارف كيف قوية. اوه والله مرة رهيبة. بس تطلق أكثر من طلقة. جيت من فوق. خلوني طب اشوف بس هنا ايش فيه. ممكن الطريق مختصر من هنا. اوكي اوكي من هنا جهة كاملة راح اروح من عندها ان شاء الله. بس شوف تحت هنا ايش فيه. واضح ان تبيع اشياء. But indeed would you perhaps consider to whom the lady Annika she desires I believe she I believe رحمة ممكن ارجع لها لقيت تبيع اشياء. الحين يا جماعة تخرب الحين بسمع ايش صدر شوي. خلوا نروح يا جماعة تخرب من عند المقاتل. عارفين اللي قضيت عليه من هنا ايش فيه؟ ما تدرون ممكن طريق مختصر او شيك بوينت عشان شيء فيه ما معايا ابدا. الله الله اوكي. عندنا جهة كاملة هنا. ولا بس بالله ارجع هنا ايوه. شيء فيه ما شاء الله ما 16 اللي. ايش ابغى اسوي؟ انا ارفع الضرر ولا ارفع الصحة؟ والله الضرر اللي اسوي طيب. يا جماعة تخيل الضرر اللي اسوي طيب. خليني ارفع الصحة. خلي 35. وبعد راح ان شاء الله نرفع الضرر باذن الله. سترينج. يعني اذا رفعنا سترينج راح نرفع الضرر اللي احنا نسويه. الحين خلونا نكمل. بس مو من هنا كان في جهة كاملة ورا هنا. كان في جهة كاملة هنا يا جماعة الخير. اسمها فين كانت هي؟ ايوه تحت. تحت هنا. ايوه تحت تحت صح. له كذا رجع من جديد.
يقتل اللي معاه ذا. اوكي الله ياخذك ابغى عليه ذا بس الحمد لله. الله يذكرني بالزعيم اللي في كول زعيم بالدرين. حدو ذا والله يذكرني فيه بشكل كبير. هذي مين ذي؟ Enter. We will not harm you. You should not be here alone. I lead a solitary life. You are not content. We all change, but change is preferable. What have you lost? My beloved toys and games. Where? That is where I require assistance. أها كذا النظام. عندها جماعة أخرى لعابها والدمى حقتها. Did you find my toy? ها تديها كذا النظام. I'll do without. أريد أحددها. أوكي. حددها إيش ذي؟ والله هو المفروض تحددها كذا. والله ليت كان في أكثر من شكل. خلوني أحددها إنه مش كذا مفاتيح. إن شاء الله ما أنسى بإذن الله. خلوني أحددها هي وكذا إنه هذه هنا رمزها زي رمز المفاتيح. يعني رمز الناس اللي كنت لازم ترجع لهم نفس رمز المفاتيح. إن شاء الله ما أنسى. عارفين قلت تجيب لي الألعاب حقتها والدمى. إن شاء الله جبت راح أديها. عندي ممكن تكفينا بالنهاية. دحين يا جماعة تخريب. نبغى نكمل من المكان اللي كنا فيه. أيوة هنا واضح منطقتنا عشان نكمل يعني بالمنطقة دي من هنا. عارفين عشان نواجه الزعيم حق المنطقة دي يعني أتوقع من هنا. عدنا على فوق ايه بعض بس الاشياء. ميرور شارت عندنا بس واضح انها مهمة دي. كيف قطعة المرايا دي اللي اخذناها. كيف عندنا على فوق راح ياخذك كذا باستقبالي على طول. راح اروح مع فوق من فوق من هنا ما عليكم. بس خل اشوف هنا ايش فيه. خليني بس اشوف هنا ايش فيه. It's broken. There is R4 shards missing. لازم نجيب قطع. اوكي متابع هنا ما اقدر اروح. واضح اجيب نقزه فلازم نجيب 4 قطع عشان نقدر في كيف يعني نصلح المرايا دي. اعتقد صلحناها خلاص يعني. ادري ممكن واجه الزعيم حق المنطقه دي. بالبدايه اشوف هنا ايش فيه. اوكي هنا في اكثر من مرايا. فعلتها اروح من هنا. بس فوق ايش كان فيه؟ له بس خلينا نشوف فوق ايش فيه. عندنا اكثر من بوابه بس كلها مغلقه. اوكي كلها ابواب مغلقه. اجل ايوه الطريقه الاساسيه من عند المرآة اللي هنا. هذه ممكن تودينا منطقة جديدة وجهة جديدة. اوه انا دحين هنا واضح اجي زي كذا وافتح الباب ذا. ايوه واضح زي كذا النظام. حلو حلو ما راح يعدوني من هنا. اوكي
كفو والله بثلاث ضربات والله كفو. يا ساتر ايش فيه هنا؟ والله توقع النار دي واحدة بواحدة على طول تموت. راح اخذ الدود ذا والله يا مرة مزعج. نعج نفسي كذا. عندنا من هنا في على فوق كمان هنا ما ادري ايش فيه. هذه ذا يا جماعة الخير اعتقد الدي احد. أشوف الانفنتوري هنا. ليدي هندل هذه شفتها قبل كذا. صدقوني في واحدة كلمتك اسمها زي كذا. ما ادري ممكن اديها الكوب ذا. هذه اسلح جديد الله الله. اوه اشوف المشحون كذا كيف ضرب المشحونة تطلع برق يا جماعة الخير. سلاح سترينج ذا إلا والله سترينج 17 شيء ثاني والله ما أدري إيش. بس عارفين مو شابك سيدة مع السترينج الله ما أدري. يعني اكتبوا لي بالتعليقات إذا تبون استخدم ولا لا. والله أنا ما أدري صراحة مرتاح بالسيف ذا بس مو عشان ننوع وكذا. واضح لازم أجيب شيء عشان أقدر أفكر بجيب القفزة دي. يا سلام 3400 دفعة واحدة والله كفو. الله والله ما شفت الدود ذا. هنا ما اقدر اروح زي ما انتم شايفين. لازم اجيب مهارة ممكن تخليني اقدر اقفز القفزات دي بعيدة. آه والله ما شفت الدود ده. يا الله إني أكرهه. الله يا خذك هذا كذا النظام معاه. أو يطلع لك دود كمان. ما في طريق. أوه من الحلو ده. الله والله أكره الدود ده. ايش فيه واضح الطريق من هناك بس خلينا نشوف. ايش ابغى اروح من هنا انا؟ راح اروح ما عليكم بس خلينا نشوف هنا ايش فيه. واضح ارجع عارفين؟ لما اخذ يسار ارجع هنا بس خلينا نشوف ايش فيه. يا لطيف الله خلينا نسوي كذا. ان شاء الله تنجح الخطه والله بالي خطه ان شاء الله تنجح. نجحت. هنا عاد لازم نصبر. أدري إيش الشيء ذا بس مو عجبني. كفو والله لما نديه بالمشحون على طول. هذا فين ذا؟ فكر المكان ذا والله ناسي. اعتقد من هنا. هي ذي البوابة الجديدة اللي فتحتها. أنا جيت هنا يا جماعة الخير، والله جيت هنا. ما أدري إيش الفين أبغى أروح، أخبط شوية. يو هنا هنا كان يو يا ساتر، بس أنا فتحت البوابة دي من أول. يمين هنا ايش فيه؟ انا فتحت البوابه دي. هي دي البوابه الجديده اللي فتحتها اعتقد دي. ايوه لا حول ولا قوه
قلت لا بالله لا لي العظيم. قلتها بثقة والله. قلتها بثقة انه من هنا. طلع لا والله معلش مو من هنا. خلونا طب اشوف الحين ايش فيه. اوه 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 من هنا الطريقة حبيبي. ساتر هذا من قوة الخوف عرفت كيف رجعت على ورا. يونا شو بروح هنا انا؟ والله ما ادري يا جماعة تاخر لخبطوني. خلاص سويت كل شيء ولا مو؟ الحين اوه هنا الباب اوكي. قول ايش عندنا هنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حبة من دي ناخذ نجهز اسعافات. ذلك ما جاني شيء بس كافو. آه الله يا أخي هذا هم واحد والله. إن شاء الله لحق علي نفسي. أوكي اللي بعده. الثاني ذا يا ساتر سوى الضرر. أوكي دحين باقي هو. تابع تابع طلع دود ترى. او ذا ايوه خلوه يجي. يا سلام لعبناها صح الحمد لله. ميرور شارد كان يقول لازم ثلاثة الحين جبنا الأولى واضح كذا النظام. اوكي الحين يا جماعة تقرأ أكيد راح أرتاح. أكيد راح أرتاح. ودحين يا أخوان جبنا واحدة من الميرور شارد وباقي تبقي اثنان. جبنا واحدة وباقي اثنين. بس يبقى فكات الغرفة ذيك حقت المرايا وكذا. من تحت من عند الدود اللي تكرهه. اي والله صح والله اكرهه صراحه جماعه الخير. اعتقد هذه غرفه المراه وكذا. هذه الرئيسيه احنا ما نبغى الرئيسيه. انا يا جماعه الخير نبغى ايوه هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا شيخ آخ بس فيك آخ فيك أنك طلي. روح 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 من هنا خلوهم يقضوا عليك. دحين يا جماعة الخير خلوني ايوه المرآة الثانية ولازم تجيب ثلاثة قطع. هذه الثانية تخيلوا كذا على طول فجبنا الأولى باقي اثنين. قول قول ايش عندنا هنا؟ خلنا نبدأ على تحت ومن هنا أقدر أروح. اي والله رجل خلوني أروح من هنا. وش هذه ترجع شفتوا كيف؟
والله كلها اشياء مو مره مهمه عارفين، اشياء بس تعالجك وكذا، يعني هي اكيد تعالجك وشيء حلو، بس يعني مو ذاك الشيء اللي مره شيء قوي عارفين، يعني سلاح او الحجر اللي قوي الاسلحه على المستوى الثالث. عندك يمين وعندك يسار، خلوني ابدا بيسار. حلو حلو، عندنا صندوق هنا. ادري ايش المخطوطه دي، يوز باي ابجريد ويبنز. اوكي ويبنز، ما ادري اسلحه. طب اقصد ممكن ها والله هو نقصني حجر يا جماعه تخيل عشان اقدر اقوي الاسلحه الثالثه، بس والله ما ادري واحد هذا مكتوب انه يقوي الاسلحه. هذه المخطوطه دي اللي اخذناها يعني من الصندوق، كان مكتوب انها تقوي اسلحه، بس ما ادري ممكن اسلحه كذا اسلحه زعماء، انا ما ادري بس اتوقع اللعبه فيها اسلحه زعماء، اتوقع والله ما ادري. هنا جيت؟ لا والله هنا ابدا ما جيت. اوه واضح بيحشكوني هنا. عبيد ما ادري كم بطلع له. هذا واضح يجي من هنا. اوكي اللي بعده. خلو اقتل اللي فوق، والله ما ادري ايش قاعد يلف. الحمد لله سيطرنا على الوضع. قرب البداية بالحشرة ذي. اوكي الدفعة اللي بعدها. هو ده حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قبل البداية اقتل اللي معاه ده حق الاسهم. ما خلاني اسويها والله، الله لي يوفقه. خليني اجي كذا. انت حجيك والله حجيك. حلو حلو كذا حدي كذا. حشكني حشكني والله. الحمد لله بس ما جاني شيء والله ما ادري كيف، بس الحمد لله. انا بروح من هنا. يو على فوق، ما رحت على فوق، بس تحت ايش فيه؟ هو في باب ما ينفتح. اعتقد الحين راح نفتحه. والله الحمد لله قبل ما اجي هنا يا جماعة تخيل جبت هذيك العدسات اللي تخليني ايش اقدر اعد من عند البوابات هذه، عشان شوفوا كيف في كثير هنا. كذا يا لطيف والله بموت والله، حول ولا قوة الا بالله يا اخي. مو من هنا والله كنت ابغى اخذ يسار، استغفر الله العظيم. هي اغبى موتة متها. يا جماعة تخيل فين مت انا؟ والله ما ادري فين مت، بس ان شاء الله هنا. والله مو هنا. يا ليت هنا، لا والله لازم تروح تسوق طريقك من جديد. والله هذول يرجعوا الحلوين قلتكم؟ الحمد لله ما يرجعوا. والله الحمد لله الموتة مي مرة سيئة. عارفين خلاص هنا. وكله من ذا، يا لطيف الشيء ذا يسوي ضرر كبير. ما ادري اصعب من اللي قبلها.
القطعة دي يا جماعة الخير الثانية؟ هل يعني الحين راح نجيبها إن شاء الله؟ هي ذي؟ والله هي ذي الحمد لله. والله ما أدري، ممكن والله أصعب من القطعة الأولى، يعني قصة الثانية أصعب من الأولى. الله يستر، ممكن الثالثة كمان أصعب. رحت من هنا؟ ايوه رحت من هنا واخذت اللي هنا. الحين الباب اللي فتحته انا تفتحه بعدين. ايوه كان تحت هنا. راح اجل ما ادري فين كان، اذا مو هنا اجل فين؟ تحت. ايوه تحت من هنا على تحت صح. ايوه الباب ده جديد بس ايش ابغى ارجع هنا انا؟ ايوه عشان هذيك تحت صح صح. والله اعرف كيف يعني عجبني النظام والله، انه كذا كل شوي تروح المرآة كذا تروح جهة جديدة، عارفين؟ اعتقد ريزن ديفل كان فيها شيء زي كذا. والله مرة شيء جميل التنوع، عارفين؟ يعني مو بس يعني امشي سيدة واقتل الزعيم واروح المنطقة اللي بعدها. الحين بس خلينا نشوف من هنا. خلاص في بوابة مغلقة، عندك يسار عندك يمين. خلينا نشوف يمين هنا ايش فيه. عندك شيء انت؟ معقوله بس هو كذا؟ في على فوق كمان وراح اروح، بس خلينا نشوف ايش فيه. وفي الحلو ده انتبه. والله كمان معي 20,000. والله ما ادري اروح اقوي نفسي، بس ايش قاعد اقول خليني امشي زياده. والله الطريقه اللي قاعد اتحركوا فيها كانه اللعبه تقول لي ضروري لازم يجيك ضرر، بس الحمد لله ما جاني شيء. هنا الوضع راح يحمى شكله. شو ابغى اسوي انا؟ والله مكان صعب، ما ادري قاعد اروح اماكن بس تدخل كذا، عارفين؟ هنا بس تدخل تلقى لك عدو واحد وتقتل. والله ما ادري انا رحت انا، يو رحت وكان في شيء هنا، يعني كان في عدو بس وقضينا عليه. هذا مو قتلته انا؟ انا ذا مو قتلته يا جماعة الخير؟ ادري يرجع من جديد ولا ايه؟ لو ها هذا ما كان هنا انا متاكد. والله ما ادري ايش قاعد يصير، بس انا متاكد اول لما جيت هنا ما كان في ذا. والباب اللي فوق انفتحت كيف كذا؟ والله ما ادري يا جماعة الخير. وهنا واضح في حفلة هنا. شو ابغى اسوي؟ وخلاص ان شاء الله كذا احنا تمام. هذا قد واجهناه قبل كذا. قد واجهناه قبل كذا. والله نفس يدي الاعداء بس بشوف كيف شكله. هذا مين ذا؟ خرب بيتك يا لطيف لطيف.
نايتمير الله يستر. اوه ويخليك عكس، شوفوا كيف قاعد العب عكس والله. لما لف يسار روح يمين، لما لف يمين روح يسار. يا ساتر بموت. اوه سوي لك طرق طبعا. انا والله مودي. خذ خذ هذه بسرعة، مشكلة روحي كمان. صدق ولا عبوت اكيد. قوي قوي يا سلام. خذك وعده كمان. يا ساتر استر والله ما ادري كيف ما مت. اقسم بالله يا شيء مجنون. الباب اللي فتحته انا فين؟ اعتقد ابغى انزل تحت. هي دي الباب الجديد اللي فتحته؟ اعتقد دي. ايوه البوابات حقت المرايا تحت. هنا ما في شيء يعني، هنا رحت اول خلاص. طيب انا خلاص خلاص سويت المطلوب، جبت كل القطع كل عليه. اروح المراية الكبيرة ناخذ الحبة من ذي كمان. واضح دحين راح نواجه ممكن الزعيم. ايش يا جماعة الخير، خلوني بس ارجع بسرعة. شبيكم معايا ما شاء الله. والله ما ادري ممكن احطها كلها بالسترينج، ابدا ما راح اغلط. يا سلام الضرر راح يزيد من 321 الى 348. اكيد 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 اكيد. وقفنا احنا. ايوه هنا. اه والله مو هنا، حول ولا قوة الا بالله. هنا ايوه هنا يا جماعة الخير. ايوه الحين اروح المراية الكبيرة، كان يقول لي في قطع ناقصة. الحين ان شاء الله خلاص جبناها. هذا جليتش ذا ولا مو جبتها خلاص. اوه كذا النظام الحين غيرت العالم. او واضح ساحة زعيم. ايش ابغى اسوي انا؟ هنا بالبداية يا جماعة الخير اسوي كذا. ايوه خلوني احط حقة الحريق، ما تدرو ممكن يسوون ضرر الحريق. اثنين يا حبيبي. ركز على الوحش. خاف يا الضرر. شو الحركة ذي؟ هذا ممكن تحرقنا ذي. استغفر الله. يا لطيف من هنا ومن هنا. والله مرة شيء مجنون يا جماعة آخر اثنين. أو كهربني كمان كملت والله. الواد ما أدري أرميه عليه. والله ما الظاهرة محاولة ذي.
والله متأكد قتلت ذا خلاص هذه راح تكون جدا سهلة. ناخذ الحبة من دي. حلو حلو. كفو كفو هانا تجمع تقرأ هذا قريبا هي. اوكي باقي الثانية بس. تبي ترسلها عليه الا والله مداك. انتبه لا تحرقك. هلا تهجت فيه هذي. حرقتني الله ياخذها. خلنا نخلو عجلة بس أفضل. مشكلة ما بقى معي إسعافات. هي ضربة واحدة والله ما أعرف أتجنبها. لما بقيت الضربات والله بمرة صعبة. ايوه ذي هي ذي بس ان شاء الله. كيف هتسويها؟ حلو حلو نهيناها يا جماعة الخير. والله مرة شيء مجنون اثنين سكوب ونهيناهم. والله كان في عندها ضربة ما ادري كيف تتجنبها. واضح قطرة جديدة عارفين. الله الله هداش يا جماعة الخير جبناه. اوه والله مرة شيء جميل. والله مرة شيء جميل. اي والله احنا كنا هنا. طريقنا الساس اعتقد من هنا. واضح سحر والله. بس زي ما اقول لك التعويذات ما استخدمها بس والله الداش مره رهيب. في اماكن كثيره كان ايش لازم اجيب الداش ذا.
الصراحة يا جماعة الخير أنا راح أنهي الحلقة هنا إن شاء الله، راح أكمل الحلقات القادمة. زي ما أقول لكم كان في مناطق كثيرة كان إيش لازم يكون عندي قدرة الداش دي، والحمد لله جبتها. فأتمنى يا جماعة الخير الحلقة دي نالت إعجابكم، أتمنى أخوكم كان خفيف عليكم، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقات القادمة في أمان الله.